Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معكم الأخ محمد وهذا الدكتورة حمزة ومع الدكتورة إنيشا هنا مستشفى الشافي في الهند في كاريلا ولهمنا أنواع وزيوت مخصصة والعلاج ممتاز ورهيب وجعلني أستعيد أطرافي ولي مشي أكثر من هذه عن السابق وهذه المسافة اللي تكون هناك شوف التصوير هنا هذه المسافة كلها أمشيها من قبل أنا ما أقدر أمشي هذه أمشيها 4 مرات رايح وجاي وكان العلاج ممتاز والموظفين والإخصائيين لهم احترام وإنسانية ولباقة ولهم عمل صالح وجدي ولا يهمهم التعب فالصراحة يعني مكان ممتاز وأنا أثق فيهم وأتمنى من الجميع الحضور في المستشفى الشافي هنا عندنا مستشفى الشافي في كاريلا موجود في خرائط جوجل حاول تتواصل مع الدكتور حمزة أو الدكتور إنيشا وراح يكون معك التواصل بشكل أسرع العمل ممتاز والزيت ممتاز وما لك إلا تكون صبور وتتحمل المشقة وأكدك أنك راح تستعيد أطرافك بالتوفيق إن شاء الله